تبادل بين الشعوب والحضارات التي تحولت إلى صراع بين الشعوب والحضارات، أو ما يراد أن يتحول إلى صراع بين الشعوب والحضارات. هذه الظاهرة شاملة الآن، شملت الكوكب وشملت كل البشر، وهي تستدعي بشكل منطقي أن يكون الحل حلاً شاملاً يشارك فيه الجميع، لأن الحل سيكون طبعاً يشمل الكوكب ويشمل البشرية جميعا. فلهذا أنا يعني أريد أن ألتهز هذه الفرصة لكي نركز على ما أشار إليه في المحاضرة الأولى الأستاذ محمد بلفقي، حين ركز على ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر حين بعد هجرته، وأنه قبل أن يبني المجتمع ركز على بناء الإنسان. فكانت هذه إذا تذكرون يعني خمس مراحل في بناء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أول مرحلة التي ركز عليها الأستاذ محمد بلفقي هي بناء الإنسان، والأستاذ نبيل شبيب كما لاحظتم يعني ركز على هذا الأمر وبشكل عملي، يعني أن كل إنسان كذلك من جهته هو أدرى بما يمكنه أن يكون به نفسه ويكون به الآخر. الأمر الآخر إذن التركيز على صناعة الإنسان، هذا أمر لابد أن ندخل في حسنا أن هذا الإنسان الآن عنده بعد، يعني يتجاوز قطره، يتجاوز حتى يكون عندنا في صناعة الإنسان الذي عنده الشوق للعمل ومد يده إلى أي إنسان يريد أن يتعاون معه على البر والتقوى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن نعيش الضغط الثقافي السائد الذي هو في الحقيقة، ودائما أنا أريد الآن في كلمتي أن لا ننظر إلى أنفسنا فقط في المحل أو في القطر أو في عالم المسلمين، ننظر إلى الكوكب بهذه النظرة الشاملة، لأننا الآن مضطر نحن يعني نؤمن بأن هناك نضج قد يسود البشرية جمعاء شيئا فشيئا. الإسلام الآن يتكلم عن نفسه بنفسه، وهذه ظاهرة جديدة في الغرب. الغرب قبل أقل من قرن ما كان يقدم للشعوب الغربية الإسلام إلا عن طريق الكنيسة أو طريق المختصين لديهم عن طريق الاستشراق المستشرقون. الآن الإسلام ابتدأ يعني في بداية الأمر يتكلم عن نفسه بنفسه، ووجود المسلمين والوجود الذين يمثلون الإسلام أو يحاولون أن يمثلوا الإسلام بمعاملتهم المنسجمة مع مبادئ الإسلام، هذا أمر مهم. سفراء الإسلام ابتدأوا يوجدون الآن في الغرب. أنا أتكلم الآن وأركز على الغرب وعلى الشعوب الغربية، لأن حتى ننظر بأن عملنا هنا في بلاد المسلمين لازم أن يستمر، يعني في قضية العودة إلى الذات، الشعور بدورنا الأصيل بالنسبة للعمل، هذا أساس. ولكن لابد أن نفهم أن هذا مرتبط بوعي الإنسان الآخر غير المسلم، وخاصة في البلاد الغربية التي كانت تجهل الإسلام لمدة قرون، وحتى والإسلام كان في أوجه كانوا يجهلون الإسلام، كانت هناك حواجز كثيفة لهذه الشعوب ضد الإسلام. الآن ابتدأت هذه الحواجز تزول شيئا فشيئا. فلهذا أنا أقول بأن هذا الضغط الثقافي، هذا النضج الذي الآن نحن نعيشه، عنده هذا الجانب بالنسبة لوعي غيرنا بهذا الدين الذي نحن نؤمن به، وفي نفس الوقت أن النماذج التي كانت تقدم أنها هي سبب تقدم البشرية بالنسبة للحداثة مثلا أو غيرها، ابتدأت يعني تعطي يعني كما قال وبين الأستاذ نبيل، يعني كثير من عوامل
الأنفاس الأخيرة، هناك نوع من التقهقر والانحطاط الذي ابتدأ. وهناك والإنسان في الغرب يشعر هذه الأنفاس الأخيرة لهذه النماذج أكثر منا، لأنه عاصر أكثر منا. فلهذا أنا أؤمن بأن دور ملتقى الحضارات دور أساسي وأتى في وقته، وأن الإنسان الذي يعني نريد أن نبنيه هنا وهناك لابد أن يكون هناك شعور للتكامل الأساسي فيما بينهما. التجربة في التعايش والصراع مع ظاهرة العلماء المهيمنة أعطت نوعا من النضج في كوكبنا كما قلت، شعر به الكثير، وأن الإشكال يعم كل إنسان، كل إنسان يعم هذا الإشكال، إشكال هذه الظاهرة، ويبشر ببدائل في الأفق تعم كذلك كل إنسان. هذا الأمر الذي نحن نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا به، ونشكر الأستاذ نبيل شبيب على هذه الجهود التي قدمها رغم يعني مرضه، ومع ذلك الحمد لله يعني لبى دعوتنا. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا فرص الالتقاء به مرات أخرى، وأن كذلك يتحرك كثير منا عنده، لأن ملتقى الحضارات سينجح بحركية داخل قطرنا وخارج قطرنا. لابد أن نتحرك كذلك، وأن نزور بعضنا البعض، كل المسلمين، ليس فقط في أوروبا وكذلك في إفريقيا، في الجنوب، في الشمال، أن نلقي هذه الجسور مع هؤلاء الناس. وأنا أتصور أن البشر بنضجه تعطش الآن لهذه الجسور. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.